خير حبوباتي، كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا لاباس وفي صحه جيده وفي احسن الحال والاحوال. الفلوق ديال اليوم البنات، حنا دابا خارجين خرجه عائليه مع بعضياتنا. دابا خرجنا هاد القهوه اللي غادي نشارك معكم اليوم في طريق طماريس، زوينه وتتعجبني بزاف وعندي معها ذكريات في الماضي من شحال هادي صراحه ما جيت ليها. في بلوعات صغار وكاين الماتو كان تيجيبني لها الوالد الله يرحمه. دابا جيت ليها اليوم وانا غنمشيو لهاد القهوه، خليكم معايا غنشاركها معكم. رزوين انت كنتي باقي صغير فاش جينا لها. يلا البنات، الجزاره هنا هما بزاف ديال الجزاره، الصف كله جزاره. القهوه راه جات هنايا لطريق طماريس، هانتوما هما الاولين هاد القهاوي، هما الاولين هنايا هاد القهوه هما البزار اللي في على الطريق. هما البنات كاينين اللعاب، الزلولات، شو انواع شي تزال اروى تزللتي سير تلعب يا رزيز. عندك الضربه برجلك اش لك انا دينا على دنيس واز هما تشوفوا الشواء عندهم تيتحمر تيجي معلك تبصله وما طيشه طايبه مزيان. دابا يلا جاب لينا الشواء، باقي ما جابش لينا الطاجين ديالو نوريه لكم. ها الكيسان، ها ماجد، ها هو الكيسان ديالي انا اللي جبتهم. نعم لا لا، ها انتم البنات شوفوا الطاجين فير مايان زويون. واش عجبك داكشي عندهم معلك الطاجين معلك الشوا مطيب مزيان؟ ها خصكم تسناو شويه خصها لا جيتو السبت والحد.